السلام عليكم، مرحبا بكم في ديليس ديال ناصر قانا. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض سكون ابل لي بوبيات، الور سي اسكالو تاع اللحم، ها تاع الكريف ولا تاع البقري، مع اون فارس شغل اللحم محشي باللحم. شنو انا باش نبدلت، درت شويه مرقاز وشويه لحم مرحي. الور هادوما اللي راح نخلط لهم ونطيبوها او فور، نطيبوها بالالومنيوم، شغل بابيوت في الالومنيوم. الو واش عندي؟ عندي لي اسكالوب دو فو. كلمة اسكالوب هي اخواني واخواتي، ماشي دجاج ولا داند. سي تقطع في الداند اسكالوب، في الدجاج اسكالوب، في الحوت نقدر ندير اسكالوب، وفي البقري والغنمي ندير اسكالوب. سي طريقة تاع تقطع هي اللي يعيطوا لها اسكالوب، وكاين دي بياس في البقري ولا في الوكريف نحو منهم لي اسكالوب. المهم قلنا عندنا لي اسكالوب، عندنا توم، البيض، عندنا فرماج رابي، معدنوس، ملح، شويه موطاد، لا شابلور، وبيان سور فلفل كحل اللي نسيتو. ها روح فلفل كحل من ندير هنا في الكحل. دوك نبريباريو لا فارس دابور، ومن بعدك نفارسيو الاخر وطريقه تاع البيض تاعي. الو نبداو نديرو لا فارس تاعنا. قلنا عندي لحم مرحي وعندي المرقاز نحيتو من المصران. بيان سور يفو شوازير المرقاز بنين وشباب تانيك، ماشي اللي فيه الشحمه بزاف. الو كوم المرقاز يا سيزوني واه، الو نديرو شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، عندي الثوم، المعدنوس، لو فرماج رابي، لا شابلور. الا ما تحبوش لا شابلور ديروا خبز، مرسو تاع خبز مشمخ، شمخوه شويه في الحليب ولا وديروه لداخل، يعني باش يخفف لنا برك حنايا لا فارس تاعنا. الو شويه تاع لا موطاد باش يعطينا انغو صالح كما يقولوا حنايا، وعندي البيض و نخدم كلش كما يقولوا حنايا بيان بيان بيان، خلط بيان، ماشي زعما نقولوا غير خفيف ظريف، لازم كلش يولي متجانس يعني اوموجين. اللحم هذاك مرحي مع المرقاز يولو كور واحد مع كاع المكونات اللي كاين داخل. ومليح تخليوه واحد الساعة في الفريجيدار هكايا، ومن بعد تخرجوه على لافونس ساعة باش لي زيبيس هادو كي كيما يقولو حنايا يشرب مليح. لا 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 واش درنا قاعيتك يكون يسمى يشرب ويولي بنين هكا، كي تدوقو خضر نحس بالكو تاعك كاع المكونات. الو نبداو دوكا لو فاسوناج تاع لي بوبيات تاعنا. راكم تشوفو ليسكالوب تاعي، شوفوا كي تكون هذوك الجلوده اللي يجوا كي تنحيو الاخر، الجلوده اللي يجوا ساير داير هذوك كيفوك تنحوهم، يقولوا المصطلح يقول باغي باغي، يعني نحو الجلوده الشحمه اللي يكون ساير داير وكذا. والا كانت تشوفوا اللحم تاعكم بزاف خشين لا خبطوه شويه هكا باش يتكسل. الو نبداو نديرو شويه تاع الملح هنايا، من بعد شويه تاع فلفل الكحل، وناخذ شو دي نوازات هكا تاع الزبده ندير هكا هنا الزبده تعطيني البنه
وميم طون تزيد لي هذاك لوكرات تاعها لداخل هكا دي نوازات برك هكا خفيف ظريف. ندو شويه هنايا برك ومن بعد ناخذ لافارس. الو لافارس شوفوا انا ما راحش نيطاليها شغل كيما يقولوا حنا نفرشها ما نفرشها ندير شغل حربوش هكا هي ندير حربوش لولون تاع كاع لاخو ديالي. هذه هي البوبيات، بوبيات ما تجيش مروليه ما تجيش شغل حلزوني كيما يقولوا بوبيات سي حربوش ونغلق عليه. باغ كونت الاخرى اللي نيطالي تولي واسمها رولاد. الوغ نغلقو هكا هنيك و دوكا نربطها نربطها كيما نربطو ان روتي ولا صحيح دي برك باش ما زاقليش الخيط. هنا نديرو هكا وتقدروا الى ما تعرفوش هاد لا تكنيك شغل تنجمو تنجمو كيما يقول الواحد يدير خيوط صغار ويربط يعقد وحده هنا وحده هنا وحده هنا. هاد لا تكنيك اللي ميور باسكو تساعدكم باش كي تنحو الاخر تنحو الخيط ديريكتومون باين. الو شوف دوكا ها كيفاش ندير هاي يدي ندير هاك شغل ندير تشوفوا شغل شغل لانسيركل ونجليسيه لداخل باش نعاود لكم غير بالعقل هكا باش تشوفوا مليح. خرج شويه لافارس هنا هاديك شوفوا ندير عليه يدي من الفوق هذه هكا نجوز عليها الخيط هاك هاي ليك اوب نكمل ها سي لا براتيك تعاودوا ديروها زوج ثلاثه مرات سي بون تفيقوا لهاد العبسه برك هاد لا تكنيك برك سي بون. هنايا هاد الخيط الاخراني وين نربطو نربطو في هذا اللي جاي باش ما يتحلش. الو دوك نوريلكم كيفاش نديروه في الالومنيوم. الو دوكا شوفوا كيفاش درت درت الالومنيوم درت الوراق شوف زوج راهم هكايا بهذا لو سونس وحده هكايا علاش باسكو دوك اللحم يطلق باش هذاك لو جو انا نريكوبيريه من بعدك باش نغلق عليه مليح والسخانه يطيب غير بالسخانه تاع النار تاع الفور وما السخانه تاع الفور تسخن الالومنيوم وهو يسخن اللحم يطيب هذا وباش نريكوبيريو هذاك لو جو هذا هنا نزير برك هكا مليح فوالا شغل حبة حلوة كبيرة هاديك ونديرها في البلا تاع الفور كيما تشوفو ونفورنيها أ 200 دوغري. كيفاش نعرف طايبة نخليها واحد 20 مينوت هكاك حتى 30 مينوت ونمس نمس اللحم الى شغل
كما يقولوا حنا لافارس دخلها طياب ما تيبس ترجع شغل كما يقولوا حنايا دخلها طياب سخن تيبس شويه سكيفي كي تيبس هي اللحم الاسكالوب تاعي شغل تولي كل يابسه شغل تجي من الفوق كي نمسها هكا دوكا هنا كي راهي نمس هي تتعوج لي شوف شغل هي طريه بصح الاخرى كي ندير لها هكا ومن بعدك شغل نحس اون ريزيستونس ثم نحيها. هاوليك لو بلا تاعنا كيما راكم تشوفوا هاهم دريتي الو درتو مع دي فريت افيك اون صوص طوماط تحبوا دو كيتشاب تحبوا مي اون صوص طوماط سي ميو تخرج كيما يقولوا بيان تسمى تساعد كاع الغاشي صوص طوماط كيما لي راني دايرها في لي فيديو لي فاتو اون صوص دو باز ان شاء الله لا ريسيت جاتكم سهله وان شاء الله ديروها في هذا رمضان ان شاء الله ويعطيكم الصحه ولا بروشين ان شاء الله.